السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، ومش بيكتمل إيمان المسلم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والمؤمن ما عندهوش غير الصبر على ما قدر الله تعالى سبحانه وتعالى عليه من مصائب، دي علامة على اكتمال إيمانه. ومن صبر وفاه الله تعالى أجره يوم القيامة بغير حساب. ما ينفعش يجي في بالك إن ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك شر أو كتب عليك شر، حاشا لله، ربنا عمره ما بيعمل شر، وربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في اللي بيكتبه على عباده. اوعى تفكر في لحظة إن ربنا بيكرهك وإن ربنا كتب عليك ده لأنه هو مش بيحب لك الخير، بل بالعكس، ربنا قال سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه بالمصائب. رواه البخاري. هنيجي نتكلم بقى، مش معنى أن ربنا ابتلاك بالإعاقة أن ربنا مش بيحبك، بل بالعكس. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوم ابتلاهم، فمن رضي فكتب له الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. عارف ايه احسن حاجة هتستفيد منها؟ لو كنت صابر ومحتسب هتلاقي ربك يوم القيامة بدون خطيئة، مش انا اللي بقول كده. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي. طيب تخيلوا بقى ان احباب الله دول في ناس بتستغل عاقتهم وتستغل مميزات منحتهم الدولة ليهم، مش تفضل عليهم لان ده حقهم، واجب علينا ان نوصل الحق ده لاصحابه. فتخيلوا بقى ان النهاردة ان في ناس بتستغل القصة دي. النهاردة هنعرفك وخطوة بخطوة ازاي تجيب سيارة ليك من بره، وازاي ما تخليش حد يستغلك ويستغل هدية ربنا ليك عقدك. النهاردة هنتكلم بالارقام ونفضح تجار الفساد دول ونحسب لهم بالارقام المكاسب الفلكيه ليهم. ومعانا النهارده الاستاذ فكر الشرقاوي، متخصص في استيراد السيارات المجهزه طبيا، وهيكون معانا عشان نعرف منه بالتفصيل يعني ايه سياره مجهزه طبيا، ومين اللي من حقه يركبها، وايه العقوبات لو شخص معافى ركب السياره دي. كل الكلام ده هنعرفه بعد الفاصل. اوعى تروح حته تانية، استنوني. اهلا بحضراتكم مره تانية، ونرحب بضيفنا الاستاذ فكر الشرقاوي، متخصص في استيراد السيارات المجهزه طبيا. اهلا بحضرتك استاذ فكر، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نبدا في سؤال بيدور في ذهن الناس كتير وانا واحد منهم، يعني ايه سياره مجهزه طبيا؟ تمام. هو اولا السياره المجهزه طبيا بمعناها هي السياره يعني بتيجي من بره، هي ما فيهاش تجهيزات، هي بتتجهز هنا داخل مصر. سيارة مجهزة طبيا دي الدولة حددت لأصحاب الهمم، وطبعا أنا حب يعني أنا بقول أصحاب الهمم لأن هم فعلا ده الاسم المحبب إليهم، هم فعلا أصحاب همم، لأن أنا دورت منهم ناس كتيرة، مهندسين وناس دكاترة وناس أصحاب شركات وأصحاب مشاريع. فطبعا أنا بقول أصحاب الهمم لأن يعني ده الاسم الأقرب إليهم أو المحبب إليهم. طبعا سيارة مجهزة طبيا سيارة بتيجي من بره عادية خالص، بتتجهز بيتعمل لها تجهيز هنا داخل مصر، في بعض المتخصصين بيعمل التجهيزة ديت، بيعمل تجهيزة تدار باليد، التجهيزة منها بتدوس بنزين وتدوس فرامل، فهي هنا مسمية سيارة مجهزة طبية. بس مش كلهم طبعا، مش كل أصحاب الهمم بيبقوا محتاجين التجهيزة دي، في منهم اللي عنده باتري في رجله الشمال بس، تمام، والسياره بتيجي اوتوماتيك، طبعا هو بيستخدم رجله اليمين في القياده، في القياده طبيعي. فده طبيعي، فاحيانا ما بيحتاجش مش بيحتاج ان هو
يركب التجهيزة دي. يعني هو فعليا في فرق في مقصورة القيادة ما بين السيارة العادية والسيارة المجهزة طبيا؟ هو الفرق التجهيزة اللي بتركب. التجهيزة اللي بتركب بس، غير كده مفيش اي لا لا، هي السيارة بتيجي من بره عادية خالص، ممكن يقودها الانسان السليم. واحب اضيف معلومة برضو، ان التجهيزة لو هي راكبة عادي ما بتأثرش ان الانسان السليم يقدر يقود السيارة عادي. السيارة عادي وهي راكبة عادي مفيش مشكلة، لا مفيش اي مشاكل موجودة خالص. او غير موجودة، هو جهاز كده بيدار تحت الدركسيون بتاع السيارة، الاخ صاحب الهمة بيدوس بيه بنزين ويدوس بيه فرامل بس. تمام. يعني ممكن انسان عادي يسوق السيارة دي. تمام. خلينا احكي لك موقف حصل معايا وبعدين هرجع واسألك سؤال تاني. تمام. فضل. الموقف اللي حصل معايا، انا كنت متمشى بعربيتي فلقيت عربية موديل قديم، بس واضح من شكلها ان عربية ما شاء الله، عربية شكلها كويس او شكلها حلو، حليتها يعني لفتت نظري. طيب. تحديدا عشان نكون اكثر تحديدا، يعني هي كانت عربية بي ام دبليو، بس عربية موديل قديم يعني اوائل التسعينات، يعني العربيات الموديلات القديمة بتبقى باينة. تمام. تمام. دفعني الفضول طبعا ان اعرف الحالة الجميلة دي واجيبها منين يعني. تمام. فطبعا سألت، لقيت شاب كان راكبها، فبسأله فبقول له العربية دي، راح قال لي دي عربية مجهزة طبيا خاصة بأصحاب الهمم. تمام. والعربية دي موديل في أوائل التسعينات. طبعا سألته من دفع الفضول برضو، سألته على السعر بتاع العربية، فطبعا هو صدمني يعني، لقيته بيتكلم في رقم فلكي، يعني العربية ب 170,000 جنيه. فأنا متهيألي 170 ده رقم فلكي، بس أنا بحكم إن أنا مش خبير فحابب أسأل من حضرتك، هل ده رقم طبيعي أو منطقي؟ سيارة مجهزة طبيا بموديل عد عليه ربع قرن تقريبا من الزمن يبقى بالسعر ده؟ لا لا لا، السعر ده مبالغ فيه جدا جدا. السيارة في ألمانيا أو في الاتحاد الأوروبي عامة سعرها بيبدأ من 700-800 يورو، بيوصل ل 1200 يورو، ده سعر السيارة إذا كانت في ألمانيا أو أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي. تمام. كل إن حضرتك شفت السيارة بحالة نظيفة وشدت انتباه حضرتك، السيارات فعلا بالخارج بيبقى استعمال راكب بسبب طبعا الطرق وبسبب الثقافة اللي هي استخدام السيارات. السيارة فعلا احنا بنجيبها واحنا بنخرجها من ميناء بنستغرب من الحالة ونظافة الصالون ونظافة السيارة. اما السعر اللي حضرتك بتكلم فيه ده سعر مبالغ جدا. احنا لو اتكلمنا في سعر السيارة، السيارة سعرها يبدأ من 800,000 1200 لو حالتها ممتازة جدا 1500 يورو. تمام. طبعا يعني ما يعادل تقريبا من المصري حوالي 30 او 35 الف جنيه او 40,000 جنيه في الرينج ده. بالظبط كده. هو حضرتك طبعا العربيه السياره بتصرف طبعا 500 يورو او 600 يورو شحن وحوالي 150 يورو طبعا ورق تصدير، وبتصرف كمان حوالي مثلا نقل وعمله الاخ اللي هناك اللي هو هيقوم بشحنها، هتصرف حدود برضه 700-800 يورو. يعني خلينا نتكلم مثلا لو جينا فتحنا اي موقع اوروبي حلو. تمام. زي المواقع المنتشره موجود. تمام. وابتدينا مثلا نتصفح عربيه مثلا نقول في رقم محدد عشان تبقى بس الصوره اكثر وضوحا يعني. تمام. يعني مثلا عربيه سكودا، عربيه جولف، عربيه موديل 2000 2001 2002 وليكن سعرها 1000 يورو. تمام. مثلا. تمام. تمام. العربيه دي هنضيف عليها مع بحسبة بسيطة حضرتك هتحسبها لنا، هنضيف عليها. تمام. كل ما يخص المصاريف اللي بتصرفها زائد هامش ربح بسيط للتاجر، وهو طبعا هو ما ينفعش نقول عليه تاجر لانه ما فيش تاجر، يعني نقول للشخص اللي بيساعد ذوي الهمة في الحصول على السيارة دي. احنا مهمتنا فعلا مساعدة الاصحاب اللي هو يوصل السيارة، لان هو طبعا ما ينفعش نقول عليه تاجر لان تاجر دي كلمة يعني ما تنفعش تتقال في موقف انساني زي ده. تمام. 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 لو عربية في حدود 1000 يورو. تمام. تتكلف كم تقريبا عشان توصل مصر؟ عندك طبعا احنا احيانا السيارة اللي احنا ممكن نشحنها من المانيا بتفرق معانا على مسافة البعد اللي هي بعيدة عن الميناء بتاع الشحن. تمام. تمام. يعني لو السيارة قريبة من الميناء بتاعة الشحن اللي هي موجودة في هامبورغ في المانيا قريبة، دي مش بتصرف كتير يعني، ممكن لان هي بتحتاج كساحة تركب عليها للنقل للميناء. تمام. فممكن لكن ما ينفعش يسوقها لحد المينا. لا لا، لان السياره بتبقى احيانا مسقطه نمر، وكده كده القانون هناك في اوروبا ما بيسمحش لاي حد ان هو مش صاحب السياره ان هو يقودها، فبالتالي بنلجا للنقل اللي هو حاجه اسمها
كالساحه او اللي هي اللي زي السطحه اللي هي زي العربيات الانقاذ السريع او بالظبط عشان الانقاذ زي السريع زيها بالظبط. فطبعا هي بتختلف طبعا من مسافه بعد العربيه، ممكن تكون العربيه بعيده عن المينا ب 800 كيلو او 1000 كيلو. تمام. طب خلينا نتكلم في 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 مش في المتوسط، خلينا نتكلم في المتوسط. متوسط السياره ممكن نقل بس لوحدها تصرف 300 يورو او 350 يورو متوسط. تمام. احيانا تزيد احيانا تقل عن كده، يعني نقول مثلا لو حطينا 500 يورو مثلا. تمام. حلو. تمام. والسياره ب 1000 يبقى كده وصلنا 1500. 1500 يورو وشحناها لحد مصر وشحناها 500 يورو، وورق اللي هو بورق التصدير بتصرف حوالي 150 يورو، والاخ اللي هناك مثلا اللي هو يشحن العربيه احيانا ياخد 300 يورو حسب التعب اللي بيتعبه، واحيانا ياخد 500 يورو. طيب يعني توتال كده تقريبا، يعني احنا دايما السيارة بتصرف من 1500 الى 1700 نقل وشحن وعمولة وكله كل حاجة بورقها بكله كل حاجة. اه. يعني نقول تقريبا كده السيارة اللي تمنها برا 1000 يورو هتبقى تقريبا واقعة ب 2700 يورو بالظبط كده، يعني ما يقارب 2700، يعني ما يقارب حوالي 50 ل 60 او 70 الف جنيه تقريبا بالظبط كده في الرينج ده. اه. يعني هو يعتبر رقم ان احنا لما نشوف عربية جولف خاصة بذوي الهمم برقم 150 و130 و120 دي ارقام مبالغ فيها. لا طبعا مبالغ فيها جدا، واسعار طبعا لا تمت للواقع للواقع بصله خالص. تمام. العربيات بره رخيصه جدا. انا كنت انا عن نفسي يعني. انا عن نفسي كنت مقيم بره مصر، فالعربيات في الخليج في السعوديه مثلا على سبيل المثال فعلا. انا كنت راكب 2008 مرسيدس كوبيه كانت تقريبا ما يقارب 10000 جنيه، يعني يعني يعتبر برضو سعرها مش السعر اللي هو الفلكي اللي احنا بنسمعه. فعلا اسعار فلكيه بخلاف الحاله. انا برضه عايز اضيف خلاف الحاله، العربيه بتيجي من بره حالتها ممتازه جدا فوق الممتازه كمان. انا فاهم انا فاهم، وده اللي بيخلي ناس تحب او ترغب ان هي تدور انها تركب عربيه جايه من بره او استيراد الخارج. بالزبط. تمام بالزبط. طيب في سؤال بقى مهم جدا بيدور في فكر كل واحد بيفكر انه يستورد سياره زي مثلا اخواتنا ذوي الهمم. تمام. واعتقد السؤال ده مهم جدا، وفي حاجات كده يعتبر موضوع يعني زي ما نقول كده في لبس مع الناس كلها. تمام. ايه الفرق بين جواب الكوميسيون الطبي والكارت الذكي؟ تمام. ايه الفرق بينهم، وهل في موديلات عربيات لازم كارت الذكي وفي موديلات جواب كوميسيون؟ او خلينا ناخدهم نقطه نقطه، يعني ايه الفرق اصلا الاول ما بين كارت الذكي وجواب الكوميسيون الطبي؟ طبعا حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، دي طبعا شغل يعني عقول جميع الناس اللي هم مختصين في هذا المجال، وانا بشكر حضرتك على السؤال الذكي اللي حضرتك سالته. طبعا جواب الكومسيون الطبي حاليا دلوقتي اصبح مرتبط ارتباط كلي وجزئي بالكارت الذكي. تمام. صدر من اول شهر 11، يعني 1/11/2019 الشهر ده اللي احنا فيه دوت صدر قرار في جميع المناقات ان ممنوع اي سياره تخرج بدون الكارت الذكي. ايه هو الكارت الذكي؟ الكارت الذكي ده كان فيه قانون صدر من مجلس الشعب في شهر 2/2018 بيخص ذوي الهمم ان هم يستلموا السياره. طبعا كان الاول بيستلموا السياره وكان فيه نسبه خصم في الجمارك، يعني كان بياخد نسبه خصم 20%. الكارت الذكي ده اتاح، ودي طبعا يعني حاجه جميله جدا بصراحه، وفعلا خلت العربيات اسعارها نزلت بطريقه غير طبيعيه وبقت اسعارها ممتازه جدا وفي متناول للجميع. طبعا الكارت الذكي اصبح دلوقتي مرتبط بالجواب جواب الكمسوم الطبي. صاحب الهمه طبعا بيتعرض على لجنه طبيه، بيروح المجالس الطبيه اللي هي موجوده طبعا هو في ثلاث مجالس طبيه على مستوى الجمهوريه اللي هي متخصصه تخرج الجواب اللي هو بيستلمه صاحب الهمه، في سوهاج، في القاهره، في مصر هنا في مدينه نصر، وفي اسكندريه. دول الثلاث يعني هم دول ثلاث اماكن. آه. المراكز الرئيسيه لاصدار جواب الكوميسيون الطبي. اه وده طبعا برضو انا برضو بناشد المسؤولين يعني دوت عدد قليل بالنسبه لل اكيد بالنسبه للمتحدي الاعاقه. آه. بالظبط عدد قليل، وفي ناس في منهم فعلا بتتعب يعني اللي جدا من اسوان عشان يروح سوهاج حوالي 6 ساعات. آه. سفر. فطبعا انا برضو من خلال برنامج حضرتك انا بناشد برضو المسؤولين او القائمين ان هم يخففوا على اصحاب الهمم ان هم مثلا يبقى كل محافظه يبقى فيها كومسيون طبي او يبقى فيها مندوب على لتخفيف هو اللجنه حضرتك بتبقى مش فرد واحد، لجنه متكامله. اه عظام ونظر ولجنه بتبقى كبيره، يعني هو بيتعرض على هل يستحق، هل يقدر يركب السياره، هل يقدر يقود السياره،
عشان ما يبقاش خطر على الناس في الشارع وسائل السيارة. يعني هو كل القصة بتاعت الكوميسيون الطب دي بيقيم حالة متعدي الإعاقة ده ان هو يقدر يقود السيارة ولا لا. بالظبط كده. طب هو ما ينفعش ان حد من اقاربه من الدرجة الاولى مثلا يقود نيابة عنه، او هو يعين سواق مخصوص؟ هنا بقى القانون اللي صدر في شهر 2/2018 بيحدد هذا، ولكن القانون لحدات اللحظة اللي انا بكلم حضرتك فيها اتطبق، يعني هنقول حوالي 30% منه او 40% لم يطبق كله. هنا القانون بيدي جميع، هو ده طبيعي ان تطبيق القانون ده بياخد وقت كتير عشان يتم تمام تطبيقه. هنا بقى انا هتكلم مع حضرتك في شقين. الشق الاول ان كل من راح الكومسيون وطلع له جواب ان هو يستلم سياره لغايه قبل 1/11/2011 كان ممكن اللي ما استلمش الكارت الذكي اللي هو جديد اللي هو بيسمح له ان هو بناء عليه يصرف السياره بدون جمارك، كان ممكن يدفع جمارك ويستلم السياره. تمام اللي هو تمام قبل 1/11 صدر قرار، وده اتعمل على جميع الميناءات بتاعه مصر، ان خلاص ممنوع خروج اي سياره من اي ميناء بدون الكارت الذكي. فاصبح الكارت الذكي والكارت الذكي والخطاب الكومسيون الطبي الاثنين مرتبطين ببعض، مكملين ولا واحد يغني لا على التاني؟ هما اللي خلاص، لا ما عادش واحد يغني على التاني، هما الاثنين دلوقتي مكملين لبعض. لازم يستلم بالقرارين، والاثنين دلوقتي هما اصبح بنسبه 100% لا يستلم بديت بالجواب لوحده ولا يستلم بالكارت الواحد، اصبح الاثنين لازم يكونوا مع الاخ اللي هو صاحب الهمه عشان اسمح لي نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين فاصل وهنرجع، خليكم معانا عشان هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، يعني ايه حظر على العربيه المجهزه طبيا، ويعني ايه عربيه فك حظر، مصطلحات كتير منتشره في السوق هنعرفها بعد الفاصل، استنوني. اهلا بكم مره تانية، ونكمل كلامنا مع الاستاذ فكري عن السيارات الخاصه بذوي الهمم او السيارات المجهزه طبيا. حضرتك قبل الفاصل كنت بتقول لنا ان اضيف للقانون بعض الناس اللي هم ما كانوش متاحين قبل كده ان هو عنده اعاقه معينه. طب مين هو اللي ليه حق اصلا؟ يعني ايه نسبه الاعاقه؟ يعني لو انت بتقول لي مثلا اعاقه واحد عنده ضمور في المخ مثلا، ما ده مش هيقدر يسوق، تمام. هل ده من حقيقته يستورد سيارة؟ ليه أحقية ولا ملهوش؟ طبعا القانون الأول اللي هو قبل كده لازم يكون الأخ قادر، الأخ ذوي الهمم قادر ان هو يسوق قادر العربية. ان هو يسوق العربية. تمام. القانون دلوقتي الجديد أصبح بيتيح للغير قادرين ان هو يستورد سيارة، ولكن بمرافق، يعني يكون حد معين يركب له السيارة دي. وطبعا انا من خلال برنامج حضرتك بناشد برضو ان هم يسرعوا في تطبيق هذا القانون لانه اتاخر كتير. تمام. طبعا الحالات اللي هي تستحق ان هي يكون له مرافق، الكفيف اللي عنده ضمور، اللي عنده شلل رباعي، الاقزام ليهم حق. طبعا القانون الجديد طبعا اشمل واوسع. تمام. في ان كل من هو عنده اعاقه من حق ان هو يستورد سياره مجهزه طبيا، ولكن بمرافق. طيب المرافق بقى لازم يكون من اقارب الدرجه الاولى ولا اي مرافق هو يختاره؟ لا هو ممكن يكون اي مرافق هو يختاره، اي شخص عادي يختاره، اي شخص حتى لو ما فيش اي صله قرابه بينه. ممكن يكون عنده، ما يكونش عنده حد في 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 اسرته بيعرف يسوق او عنده خلفيه اسواق، ممكن استعين بحد من اقاربه او حد من اصدقائه، مفيش مجرد ان هو يبقى مرافق لي بس، مش اكتر من كده، ان هو يقود السياره. طيب سؤال مهم جدا، مصطلح داير في كل وسائل التواصل وكل الناس المهتمه بالموضوع ده، يعني ايه عربيه فك حظر ويعني ايه عربيه عليها حظر، وايه الفرق بين الاثنين؟ تمام. السياره اللي هي عليها حظر هي الدولة حددتها لصاحب الهمة ان هو اللي يقودها بس، ممنوع اي شخص تاني يقودها غير اللي الدولة حددت له ان هو يسوق السيارة. تمام. السيارة اللي عليها حظر
بيبقى مكتوب في الرخصة 3 بنود. البند الأول مكتوب إن هي السيارة مجهزة طبيا، حظر جمارك لا يقودها إلا ملكها. 3 بنود دول بيبقوا موجودين في رخصة السيارة، وبيبقى صاحب الهمة معاه رخصة قيادة، مكتوب في رخصة القيادة نوع السيارة اللي هو يقودها، ملوش إن هو يقود أي سيارة تانية. يعني هو مربوط بالسيارة والسيارة مربوطة بيه. بالظبط كده، سواء الرخصتين دي مرتبطة بدي ودي مرتبطة بدي. تمام. أما السيارة اللي هي فك حظر، بيبقى يعني الشخص عنده حد في عيلته، إخواته، حد من قرايبه عايزه إن هو يركب السيارة معاه، بيضطر إن هم يروحوا مصلحة الجمارك ويدفعوا، لأن السيارة طبعا بكلم حضرتك على القانون القديم. طبعا. إنما أصبح دلوقتي أصبحت السيارة دي زيرو جمارك، يعني ما عادش بتدفع جمارك خالص. تمام. طب السيارة اللي هي قبل 1/11/2019 دي كانت بتدفع جمارك مخفضة، فبالتالي كان الشخص بيروح يكمل بقية الجمارك وياخد ورقة من الجمارك إن هي السيارة فك الحظر. خلاص يعني فك الحظر كده ممكن يبيعها، ممكن أي حد يركبها عادي يتعامل معاها طبيعية؟ يبيعها بس مش بيع رسمي، لأن برضه لازم السيارة تدنها مرتبطة بصاحبها 3 سنين. يعني ما يقدرش الأخ اللي هو فك حظر السيارة إن هو ينقل السيارة باسمه إلا بعد 3 سنين. إلا بعد 3 سنين. طيب خلينا أسألك سؤال غريب شوية. هل ينفع شخص سليم معافى يركب سيارة مجهزة طبيا؟ لا ما ينفعش طبعا. طيب يعني بكل المقاييس، طب انت حضرتك قلت لي دلوقتي لما تفك الحظر يسمح للقانون يسمح له ان اي حد تاني يركبها. بالظبط. صح كده؟ يعني هل يبقى لو شخص سليم ممكن يركب السيارة في الوقت ده؟ ما هو بعد فك الحظر يركبها، لان احنا برضه عشان خاطر نوضح للسادة المشاهدين اكتر ان السيارة دي الدولة بتديها للشخص المعاق مخفضة جمارك او زيرو جمارك، فبالتالي هي بتدي له الميزة ديت عشان هو اللي يستخدمها، مش عشان حد تاني. مش عشان حد تاني. يعني هي اصلا متاحة الميزة دي خاصة بذوي الهمة. بذوي الهمة نفسه. لما يروح الشخص اللي هو عايز يقود السيارة او يركبها مكان الاخ صاحب السيارة، طبعا هو بيروح يصطلح او تصالح او بيدفع، يقول انا جاي ادفع الفلوس اللي على السيارة. تمام. فبالتالي لما بيروح يدفع الفلوس اللي على السيارة، بالتالي يقدر له القانون بيسمح له ان هو يقدر يركب السياره، ولكن بيتقابله مشكله واحده بس في السياره. مشكلتين. المشكله الاولى ان هو ما يقدرش ينقل السياره على اسمه الا بعد 3 سنين. المشكله الثانيه اللي هي لا يقودها الا ملكها، ودي مخالفتها حسب القانون المرور المصري بيدفع مخالفه 100 جنيه. يعني هو ماشي بالسياره وقفته اي لجنه بصت لقيته سليم معافى او مش هو نفس الشخص، بيدفع مخالفه فوريه 100 جنيه. لو هي فك الحظر يدفع اكتر. لو هي فك الحظر، لو السياره فك الحظر، لو فك الحظر، لو مش فك الحظر الغرامه بتبدا من 4000 الى 10000 جنيه. من 4 دي غير قيمه القيمه الجمركيه اللي عليها. بالظبط. او المبالغ اللي عليها. بالظبط. صح كده؟ لان هو ما فكش الحظر اساسا. تمام. يعني هو ده يبقى ده هو ده موقفه القانوني، يعني طول ما هو ماشي لو فكك الحظر كده يعني في كل الحالتين هيدفع مخالفه. بس في مخالفه اخف من الثانيه. المخالفة اللي هي 100 جنيه دي اللي هي بتاعت لا يقودها الا ملكها. تمام. هو مش ملكها، فبالتالي ضابط المرور بيدفع مخالفة 100 جنيه. انما ما يقدرش ان هو يسحب منه السيارة، او يقدر ان هو يعمل له المخالفة ان السيارة بتستخدم غير المخصص لها، او في الشيء غير المخصص لها، السيارة مخصصة لصاحب الهمة. طيب حضرتك كنت قلت لي من شوية كده في كلامك ان ممكن ينفع يتم البيع، بس هيكون البيع غير قانوني او بيع من الباطن. صح كده؟ بيحصل بيع من الباطن. طيب. فعلا. هنفترض ان واحد اشترى سيارة، حلو، من واحد من اصحاب الهمة. طبعا. وصاحب الهمة ده عنده اطفال وتوفاه الله والسيارة لسه في فترة الحظر اللي احنا بنقول عليها 3 سنين. تمام. بيبقى ايه موقف السيارة القانوني؟ طبعا موقف السيارة القانوني هنا بيخش في مشكلة كبيرة قوي. طبعا هو لو الشخص اللي توفى اللي هو صاحب السيارة لو عنده أطفال وقصر، السيارة دي بتخش مجلس حزبي وشغلانة كبيرة طبعا، وتفضل في المجلس الحزبي لحد وصول أكبر واحد فيهم لسن الرشد. بالظبط كده. إلا إذا كانت الأم أو الوصي عليهم ياخد قرار من المحكمة إن هو يقدر يتصرف في الحاجة بتاعتهم دي، طبعا عايزة حكم المحكمة. طبعا موال كبير، وطبعا بيخش في مشاكل كبيرة جدا. طيب خليني كده أسألك سؤال برضو من الأسئلة الغريبة، إن أنا قريت شوية في الموضوع ففوجئت إن فيه كمية حاجات غير طبيعية يعني. فلقيت ان في سؤال، ان لقيت في حد بيقول انا عندي جواب كوميسيون طبي معروض للبيع. يعني ايه القصة دي؟ يعني ايه جواب كوميسيون طبي معروض للبيع؟
طبعا في اصحاب الهمم في منهم مش بيقدر يشتري السياره، فبيضطر ان هو يعرض الجواب بتاعه للبيع. يعني الحالات دي بتقابلنا بس مش كتير. يعني يعني يعتبر هو كنوع من انواع المساعدة ليه قصدك؟ هو بيضطر ان هو يبيع جوابه لان مش قادر يشتري السياره او السياره فوق امكانياته، فبالتالي بيستفيد من الجواب ان هو بيبيعه وياخد تمن. بيبيعوا، بس اعتقد دي حاجة غير مشروعة ما يعني، طبعا طبعا او دي حاجة، حاجة دي مش، حاجة بتتم طبعا بعيد عن القانون طبعا. لكن في الطبيعي ان هي حاجة غير مشروعة اصلا يعني. طبعا طبعا. طيب خلينا نتكلم في نقطة مهمة جدا دلوقتي بالنسبة لأسعار السيارات. يعني لما نيجي نلاقي في تفاوت كبير بين أسعار السيارات بره مصر وجوه مصر حتى لو هي مجهزة طبيا، تمام. يعني بنلاقي مثلا عربية موديل وليكن مثلا مرسيدس 2009، تمام، مرسيدس 2009 سعرها بره تقريبا في حدود تقريبا 10,000 يورو، 8,000 يورو، 7,000 يورو في الرينج ده، يعني هنقول ما يقارب تقريبا من 150,000 170,000 يعني في الرينج ده. هنضيف عليها المصاريف اللي حضرتك قلت عليها، هتبقى كده دخلت تقريبا في تقريبا ما يقارب 200,000 جنيه. طيب لما نفاجئ ان في عربيات زي دي اسعارها تتعدى 370,000 و380,000، ونلاقي نفس العربيه ونفس الموديل، بس مش نفس العربيه القطعه نفسها يعني، يعني نفس الموديل نفس اللون نفس الامكانيات، تلاقيها في عند حد تاني بيعرضها، وتلاقيه بيعرضها مثلا ب 250، وتلاقيه عند حد تالت بيعرضها ب 270. تفاوت الاسعار الرهيب ده بيجي منين؟ طبعا حضرتك بتتكلم في سيارات ذوي الهمم ولا السيارة سيارة بتقارنها، بتاعت ذوي الهمم. ولا سيارة تمنها حر بره وتمنها وهي على لا حظ؟ لا، احنا بنتكلم ان انا دلوقتي في مواقع وفي ناس بتشغله في استيراد سيارات خاصة بذوي الهمم، تمام؟ تمام. بتلاقي الناس دي عارضة موديلات، طبعا كل واحد بيعرض الموديلات المتاحة عنده. تمام. فاحنا بنتكلم، انا ضربت على سبيل المثال موديل مرسيدس 2009 تمام. مثلا على سبيل المثال، تمام. ليكن مثلا سي جي اي مثلا، تمام، سي 180. هنقول العربية دي بره مصر تقريبا سعرها في حدود 10,000 يورو، تمام، وبالمصاريف اللي انت حضرتك قلت عليها يبقى حوالي 11,700 يورو ل 12,000 يورو، تمام، يعني ما يقارب حوالي من 170,000 جنيه تقريبا او 180,000 جنيه. كلام حضرتك مظبوط. تمام. يبقى 180,000 جنيه، يعني لو الشخص اللي ساعد الشخص ذوي الهمة ان يجيبها له وخد مبلغ هامش ربح بسيط او نظير تعبه، يعني العربية ممكن ما توصلش 200,000 جنيه. تمام، صح كده، كلام حضرتك الحسبة مظبوطة كده. مظبوط. طيب نلاقي بقى في ناس عرض العربيات دي ب 380 350 300 وبرضه بأرقام، يعني فرق سعر، يعني حتى لو هو ب 300، يعني احنا كده بنتكلم في فرق سعر ما يقارب من 100,000 جنيه، يعني مش رقم صغير ثمن عربية، رقم كبير فعلا. تمام. تفاوت السعر الرهيب ده بيجي منين؟ هنا بقى بترجع للشخص نفسه اللي هو عارض السلعة. يعني هنا كده حضرتك أثرت نقطة مهمة بصراحة. فعلا السيارات المرسيدس السي 180 اللي هي 2009 2010 في منها مانوال وفي منها اوتوماتيك، تمام. تمام. المانوال سعرها بيبدا من 150، ما بتتعداش ال 170 180 الف جنيه. تمام. لا تتخطى هذا السعر. طبعا الاوتوماتيك السعر بتاعها ممكن يبدا من 200 الف بيوصل ل 270 الف جنيه كبيرها، حسب حالتك. حسب الحاله والفئه، لان السياره بتبقى مرتبطه بالحاله ومرتبطه بالفئه. الفئه طبعا السيارات المرسيدس فيهم ثلاث فئات، الفئه فئه اولى اللي هي الكمبروسر، فئه ثانيه افنجارد، فئه ثالثه اللي هي اي ام جي اللي هي اعلى فئه في اعلى المرسيدس. فئه ام جي. تمام. طبعا هنا السياره انا قلت لحضرتك بتبدا من 200 ل 270، تمام، تمام، حسب الحاله والعداد وحسب الفئه. هنا لما تلاقي شخص عارض العربيه ب 400,000 جنيه، ده طبعا طبعا رقم غير طبيعي بالمره، فلكي. وده طبعا كده ده انسان يعني مش نقدر نقول عليه ان هو يعني نور ربنا يهدي، ربنا يهدي. نور ربنا يهدي. استاذ فكري شكرا جدا للمعلومات اللي اثرتنا بها النهارده. اعزائي المشاهدين، طبعا استفدنا كتير جدا من الاستاذ فكري النهارده بالمعلومات الكبيره جدا والقيمه جدا اللي قالها لنا بخصوص السيارات المجهزه طبيا وتفاصيلها. وهنتكلم بعد الفاصل عن حاجه مهمه جدا وفقره مهمه جدا متعودين عليها، عربيتك على قد فلوسك. استنوني.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين وفقره من اهم فقرات برنامجنا عربيتك على قد فلوسك. النهارده هنكمل كلامنا عن الشريحه الثانيه، العربيات في الفئه من 30 ل 60 الف جنيه. طبعا في الشريحه دي او في الفئه دي هتلاقي في تنوع كبير جدا من العربيات تقدر تختار منها، ما بين الشاهين وفئاتها، جولف 1، جولف 2، كيا برايت، سكودا فليشيا، وانواع كتير جدا جدا. وكالعاده هنختار عربيه من كل فئه ونتكلم عنها بالتفصيل. وهنتكلم النهارده عن عربيه من اشهر فئات، من فئات الفئات اشهر عربيه فيهم، وبنقول عليها من فئات الفئات لان هي فعلا لها نفس مواصفات الفئات، بل بالعكس هي دمج ما بين عربيه الفئات 131 والفئات الجاده، العربيه الشاهين. عربيه الشاهين عربيه تركيه شعبيه جدا جدا في تركيا، وهي من اصل صناعه اصلها تركي، وايضا هي موجوده بكثره في مصر. السيارة الشاهين في منها موديلين، موديل الاس والاس ال. الاس واقف انتاجها تقريبا في مصر، وما فيش منها غير العربيات اللي هي 1400 سي سي. والاس ال هي اللي لسه بتنتج لحد النهارده او لحد اوقات قريبه، وهتلاقي عليها اقبال كتير من المصريين. والعربيه دي بنزل منها فئتين، 1400 سي سي و 1600 سي سي. الاختلافات بين الاس والاس ال في المظهر مش كبير قوي، لان العلامه بس تختلف في الطاسه بس، يعني اختلاف في المظهر. لكن العربيه الشاهين بصفه عامه من العربيات الممتازه ميكانيكا، وتمتاز بمتانه كافيه في الهيكل لتحمل الصدمات. لكن السياره بالنسبه لسعرها هي عربيه متميزه او عربيه كويسه. طبعا العربيه الشاهين ليها مميزات، وده اللي خلاها طبعا ايه منتشره في مصر. من اهم المميزات دي ان هي بتستحمل الهبد والرعزه في الشوارع الجميله اللي زي ايه، زي الحرير شوارعنا. حاجة تانية، العفشة بتاعتها سهلة جدا لأي عفشجي، كمان الميكانيكا والكهرباء سهلة لدرجة ان لو اي حاجة تبوظ منك في السكة وانت عندك شوية خلفية بسيطة عن الميكانيكا او الكهرباء هتقدر تصلحها. قطع غيارها رخيصة جدا جدا ومتوفرة زيها زي الفئة 128، يعني ممكن برضو تدخل اي سوبر ماركت تشتريها من كتر ما هي متوفرة. عربية اقتصادية جدا في البنزين، الساق بتاعها مش هو طري قوي ولا ناشف قوي، يعني الى حد ما مقبول، وده السبب الرئيسي في انتشار الفئه دي من العربيات، ان قطع غيارها رخيصه والميكانيكا بتاعتها غير معقده والكهرباء بتاعتها غير معقده. هنيجي بقى نتكلم عن حاجه مهمه جدا، عيوب الشاهين. طبعا عيوب الشاهين من ضمن العيوب اللي الناس كلها ما تختلفش عليها ان الصالون بتاع العربيه دي ضيق نسبيا، يعني اللي بيقعد في الكنبه اللي ورا بيبقى قاعد قاعده غير مريحه، بالاضافه ان صالونها غير مريح، يعني لو اخدت بيها مشوار سفر طويل مليون في الميه هتتعب فعلا. قيادتها غير مريحه بسبب ان عصايه الفتيس بتاعتها عاليه، يعني طول ما انت قاعد عصايه الفتيس عاليه والدركسيون كمان واطي، فبيخليك غير مريح، بيخليك مش مرتاح، ولو انت بتتابع كمان العدادات وانت سايق. فضلا ان اضاءه التابلو ضعيفه جدا، فبرضه بتكون غير مريحه للي بيتابع العدادات وهو ماشي. وطبعا معظم اللي بيركبوا العربيه دي بيتعود عليها كده، ويبدا يحس بالعربيه من تصرفاتها مش من العدادات، يعني يحس بالسحب، بالسخونه، من الاداء مش من العدادات. طول ما هو ماشي بيبدا يحس بالعربيه. طبعا الفرامل بتاع العربيه دي مش فرامل كويسه او سيئه، وده عيب شائع في العربيه دي، اعطالها كتير بسبب ان قطع الغيار اللي فيها غير معمره، بس ده بيغفر له بقى ان هي ايه، ان هي رخيصه وسهله التركيب. ونطير من تركيا لبلاد التلج، بلاد الماكينات، ونتكلم عن المانيا، ونتكلم عن العربيات الالماني. واكتر عربيه شبابيه شائعه جدا ومنتشره جدا فولكس فاجون الجولف، وهي عربيه المانيه رياضيه من انتاج شركه فولكس فاجون، وكان اول اصدارها في مايو 74، بعد طبعا ما نزلت ال 128 وابتدت فولكس فاجون تشتغل على الجر بدل الجر الامامي بدل الدفع الخلفي، وبدات اول عربيه فيها بمحرك 1600 سي سي بقوه 108 حصان. وبعدها تم الاعلان عن العربيه دي كثالث افضل عربيه مبيعات في فتره الثمانينات، واصدر من الجولف دي 7 اجيال لحد النهارده، اخرهم الجولف 7. وسياره الجولف 3 هي الاكثر مبيعا من الفولكس فاجون، وفقا لاحصائيات فولكس فاجون ان تم بيع اكثر من 25 مليون عربيه من الفئه دي. مع بدايه تصنيع الفولكس كانت مع بدايه تصنيع الجولف كانت ثلاث ببان،
لغاية سنة 93 لما ابتدوا يخلوها بخمس بيبان، هي نفس الموديل نفس الشكل نفس الهاتش باك ولكن بأربع بيبان وباب الهاتش باك. موديل السيفن نزل منه ب 1400 سي سي تربو بقوة 100-140 حصان تقريبا ب 11 اير باك في سبع مخارج. برضو نتكلم العربية دي نزل منها عربية بسقف قابل للطي اللي هي اطلق عليها الكابورليه، عربية نفس الشكل تقريبا ولكن السقف بتاعها ممكن يتشال واطلق عليها الكابورليه. مميزات الجولف، مميزات اي عربية الماني انها بتكون في قوة المحركات بتاعتها والبنية الكاملة للعربية، وزاد على ده ان تصميمها الرائع والمريح اللي بيجي ما بين الشبابية والرياضية والفخامة في نفس الوقت مع امكانيات واداء رائع طبعا بتمن قليل مقارنة بالعربيات الاخرى اللي في نفس المواصفات، يعني ما تلاقيش عربية في نفس المواصفات شبابية وقوية بسعر قليل زي الجولف. طبعا عيوب الجولف زي عيوب كل العربيات الالماني، برضو عربيات الالماني عيبها ان قطع غيارها مش بنفس سعر الشاهين طبعا اغلى، وكمان العربيات دي مش بتحب الركنة. يعني مش بتحب الركنة؟ يعني الركنة بتتعبها، لازم كل شوية كده تبدأ تتحرك بيها، وتحديدا الجولف ان قطع غيارها قليلة شوية. وعشان نخلص من حوار قطع الغيار ده، في ناس عشان تخلص من حوار قطع غيار خاصة في الجولف 1 ابتدت تنقل وتعدل لجولف 2. وقتنا خلص بس الكلام لسه مخلص، ونختم حلقتنا النهاردة بكلمتين. اولا اخواتنا اصحاب الهمم، ما تخليش حد يستغلك ولا يلعب بيك. التسهيلات والمميزات والهبة اللي ربنا اديها لك دي بتاعتك انت بس، ومحدش تخليش حد يستغلها غيرك. وكمان بقول لكل اللي بيفكر يركب عربية مجهزة طبية وهو معافى وسليم، صدقني العربية دي مش ليك. العربية دي ما تحاولش تستغل عجز حد عشان انت تبدأ تستخدم حاجة منه. وهنتكلم في الحلقة الجاية عن حلم الشباب عن عربية معدلة مجنونة تقدر تعملها بإيدك وعلى قد فلوسك. تابعونا الأسبوع القادم إن شاء الله، هنتكلم في نفس الميعاد عن تعديل السيارات. استنوني.